اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني، وكل عام وانتم بخير ببدايه العام الدراسي الجديد. النهارده هناخد فكره عامه عن ماده التخطيط للصف الثالث قسم ملابس جاهزه. طبعا احنا عارفين ان ماده التخطيط واداره الانتاج هي ماده من المواد التخصص الهامه. احنا عندنا في مواد التخصص اللي هناخدها السنه دي ماده المعدات، ماده المؤسسات، والتخطيط والمراقبه. ماده التخطيط فبقول هي ماده اساسيه حتى هتستفيد منها كطالب وكخريج بعد ما تخلص، لان هي بتساعدك في تخطيط حياتك او مستقبلك، بتعرفك الهدف بتاعك ايه، ازاي تحدد الوظيفه اللي انت تشتغلها، نوعها ايه، ايه المطلوب منك كفني صناعي، ايه المتطلبات الوظيفه نفسها، ازاي تخطط لمستقبلك. ده كله هناخده السنه دي في ماده التخطيط. هنتكلم الأول على هدف مادة التخطيط وتعريف مادة التخطيط. تعالوا مع بعض نتابع مع بعض. أول حاجة المقدمة، طبعا احنا بنقول تمثل صناعة الملابس الجاهزة والتريكو الصناعة الأقدر على المنافسة وتحقيق العوائد المرجوة من مجموعة الصناعات النسجية في مصر. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنقول ان صناعة الملابس الجاهزة هي الصناعات الأولى في مصر ويعتبر في العالم، بس احنا بنعتمد عليها من ضمن الصناعات واللي بيبقى فيها منافسات عالية جدا، وان هي بتقدر تدخل دخل قومي، لان احنا طبعا ما نقدرش، مفيش حد يقدر يستغنى عن الملابس وعن اللبس، سواء ملابس داخلية او ملابس خارجية. فانا صناعة الملابس عندي لو مش متخطط لها صح، معمول لها خطة زمنية وخطة داخل المصنع، خطة انتاج، مش هتقدر تطلع منتج جيد. فلازم التخطيط داخل المصنع، التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الادارة وتخطيط موارد بشرية وتخطيط انتاج، كل ده بيتعمل داخل المؤسسة وداخل المصنع عشان اقدر اطلع منتج جيد وادارة جيدة. اهداف المنشأة الصناعية، طبعا ان انا المنشأة لما تعمل تخطيط جيد هتحقق ايه؟ ايه اللي هتحققه المنشأة الصناعية لما تعمل تخطيط جيد؟ تحقيق اعلى ربح عن طريق تقليل تكلفة الانتاج والاستغلال الامثل للموارد المتاحة بالمنشأة وتدعيم قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية. يبقى انا بقول هنا لما المنشأة بتعمل تخطيط جيد وتخطيط صح، بيحصل ايه؟ بيحصل ان المنشأة دي بتقدر تحقق الارباح اللي هي حطاها ده ايه اللي فيه سنويا، وفي نفس الوقت المنافسه اللي هي بتعملها مع المصانع الاخرى هتبقى اعلى، هتنافس بمستوى اعلى، لان هي بتنافس باعلى منتج واعلى جوده، وهتبقى موجوده داخل الاسواق، يعني هتبقى داخل الاسواق العالميه، وهيبقى اسم المنشاه موجود داخل الايه الاسواق العالميه. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق انتاج السلع المطلوبه وبالكميه المطلوبه في الوقت المحدد وبمستوى جودة يرضي العميل، وذلك بأحسن وأرخص الطرق الصناعية. يبقى هي عشان تقدر تحط نفسها داخل الأسواق العالمية لازم تعمل إيه؟ تنتج منتج جيد، والمنتج ده يكون هو ده المنتج المطلوب، وبكون بكمية وافرة وفي وقت محدد، يعني وقت قصير، مش أطول المدة في الإنتاج، ويكون مستوى المنتج ده مستوى جيد يرضي جميع العملاء اللي بيتعاملوا معايا، ويكون المنتج ده في احسن صورة، ويكون في بارخص بارخص سعر، ويكون سعره مناسب لجميع المستويات، وارخص الطرق الصناعية. طبعا انا بستغل الموارد اللي موجودة عندي داخل المؤسسة، ما بعملش اهدار للموارد الموجودة داخل المؤسسة، والطرق اللي بستخدمها في تصنيع المنتج تكون طرق صحيحة وسعرها معقول، ما تكونش مكلفة على المصنع. نكمل مع بعض. اهمية بقى مادة التخطيط، ايه هي الاهمية اللي بشوفها في مادة التخطيط؟ ايه اهمية تدريس مادة التخطيط؟ ليه بدرسها؟ وايه اهميتها اصلا في التخصص بتاعي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. تخطيط ومتابعة الانتاج وتوجيه وتنسيق استخدام الخامات والامكانيات المادية المتاحة لتحقيق الاهداف المنشودة من تلك الصناعة. يبقى تخطيط ومتابعة الانتاج وتوجيه وتنسيق استخدامات الخامات. يبقى انا بعمل تخطيط
الايه تخطيط كيف اعمل تخطيط ومتابعه للانتاج. يعني بعمل تخطيط للمصنع للمؤسسه، بعمل خطه كمان لمتابعه ايه لمتابعه الانتاج، وبعمل خطه توجيه وتنسيق استخدام الخامات. يعني ازاي ايه اعمل ايه تنسيق، بوجه ازاي استخدام الخامات وتنسيق استخدامها كمان، والامكانيات الماديه المتاحه لتحقيق الاهداف ايه المنشوده. يعني انا ازاي استغل الامكانيات الماديه اللي موجوده داخل المصنع لايه عشان احقق الاهداف المنشوده من تلك الصناعه. يعني ايه الاهداف المنشوده؟ يعني انا اطلع منتج جيد، اعمل زياده في الارباح، اخلي المنتج ذات جوده عاليه، سعر المنتج يكون مناسب للسوق، اكون متواجد داخل السوق. نكمل مع بعض. تطوير نظام علمي سليم لتخطيط ومتابعة الإنتاج، والحرص على أهمية وجود إدارة مختصة بالتخطيط للعملية الإنتاجية ومتابعة تنفيذها لكي تنجح المنشأة في تحقيق أهدافها. يبقى أول حاجة تطوير نظم إيه؟ نظام علمي. يعني أنا بحط نظم علمية، بطبق نظم علمية سليمة لتخطيط ومتابعة إيه؟ الإنتاج. والحرص على أهمية إيه؟ جودة الإدارة. يعني الإدارة عندي تبقى جودتها عالية مختصة بالتخطيط للعملية الإنتاجية. يعني أنا بعمل إدارة خاصة بإيه بالتخطيط للعملية الإنتاجية وإدارة متابعة لتنفيذ إيه لكي تنجح المنشأة في تحقيق أهدافها. كل ده الغرض منه، كل الإدارات دي الغرض منها إيه؟ نجاح المنشأة في إيه في تحقيق أهدافها. إن هي أهدافها إيه؟ إنتاج منتج جيد يكون إيه يكون ليها وجود داخل الأسواق العالمية، ويكون في اقبال على المنتج بتاعها، ويكون المنتج بتاعها بسعر مناسب لايه مناسب لايه للسوق. نكمل الرؤيه. ايه هي رؤيتنا في ماده التخطيط؟ كل حاجه ليها رؤيه وليها رساله وليها هدف. تعال نشوف الرؤيه. بناء كوادر بشريه قادره على استيعاب والتعامل مع متطلبات العصر وتطورات التكنولوجيا السريعه. يبقى انا بقى الغرض من ماده التخطيط ان انا بنشئ ايه؟ بنشئ كوادر بشريه. انا الكوادر البشريه دي اللي هتطلع من عندي، طالب التعليم الفني ده اللي هيطلع من عندي تخصص الملابس الجاهزه، هيشتغل فين؟ هيشتغل في مصنع ملابس جاهزه، او هيشتغل في ورشه، او ايه او في شركه او مؤسسه. لازم يكون دارس ازاي يعمل خطه ني إنتاجية للمصنع، خطة إدارة، إزاي يعمل خطة إدارة للمصنع، خطة إنتاج، خطة متابعة، خطة جودة. كل ده لازم يكون عارف إيه يعني إيه أنواع الخطط دي وتتعمل إزاي، وإزاي أدير الـ 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 الأقسام اللي موجودة داخل المصنع. كل مصنع ليه إدارة وليه تخصص وليه عمل وليه مهام، لازم أكون عارف كل ده وملم بيه كطالب تعليمي فني. الكوادر البشرية دي على استيعاب والتعامل مع متطلبات العصر والتطور التكنولوجي السريع. لازم يكون عارف ايه التكنولوجيا وتطور التكنولوجي داخل المصانع، وايه هي الخطوط وايه هي خطوط الانتاج داخل المصنع، وازاي يستخدم التكنولوجيا في التطوير في التخطيط وادارة الانتاج. يعني دلوقتي انا ممكن اعمل الحضور والانصراف للعمال عن طريق البصمة، عن طريق الامضة، عن طريق الكارت، بدل ما انا بعمل ايه بدل ما بعمل لهم اخلي كل واحد يدخل يمضي، لا انا ممكن اعمله بالبصمة، ممكن اعمل لهم كارت. يبقى كده انا وفرت وقت المصنع في الحضور والانصراف. بسجل بيانات العمال والموظفين اللي عندي على الداتا بتاعة الكمبيوتر، اقدر احدد عدد المرتبات بتاعه العمال والموظفين عندي، الفنيين اقدر افرق بين كل واحد واحد، اقدر احدد ساعات العمل على الجهاز الكمبيوتر. يبقى اقدر استخدم التطور التكنولوجي في تنفيذ خطه جيده، تخطيط جيد لاداره الانتاج داخل المصنع، وده كله لتوفير الوقت والجهد المبذول ان انا اوفره في للانتاج، بدل ما اضيعه في اداره في الادارات وفي الاوراق وفي المستندات، لا انا اضيع الوقت ده استغله في ان ايه في الانتاج وفي توفير الوقت للانتاج، ان انا اطلع انتاج جيد بجوده عاليه وازود في ارباح ايه المصنع. نكمل مع بعض. تخريج عماله فنيه ماهره مدربة على التكنولوجيا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتواكب تطورات ومتغيرات سوق العمل.
احنا بنقول ان التطور التكنولوجي الكمبيوتر دخل في التخصص الملابس بتوسع كبير جدا. فانا ما اعمل التخطيط بتاعي، خطة المصنع اعملها بالكمبيوتر، هقدر اعرف كل واحد كل موظف اشتغل فترة قد ايه، ان انجز العمل المطلوب منه ولا لا، العمال اشتغلوا الوردية بتاعتهم، خلصوا المنتج، خطة الانتاج بتاعتي مشيت مظبوط، هل في اخطاء حصلت، لو في عيوب اثناء العمل اقدر اتفاداها ازاي، يعني لو حصل اعطال اثناء العمل في خط الانتاج اعالجه ازاي وافاديه ازاي، في التغليف، التعبئة، في الموارد البشرية، الموظفين والعمال اللي عندي عندهم مشاكل، حد عندهم عايزين في اجازات، في ناس عندها مرضي، كل ده انا بعالجه من خلال برامج الكمبيوتر عندي، ان انا بعرف امشي خطة المصنع واخلي خطة العمل داخل المصنع ماشية مظبوطة عن طريق التخطيط الصحيح للانتاج. نكمل الرسالة. احنا بنقول للرسالة زي ما احنا قلنا في رؤية بقى في رسالة. ايه هي بقى الرسالة اللي بتديها لنا مادة التخطيط؟ مادة التخطيط ان انا بتديك محتوى علمي، مادة علمية بتوضح فيها كل باب من المادة، بيوضح فيه تفاصيل ازاي اعمل تخطيط للمصنع، تخطيط للمنشأة، وفي نفس الوقت ان انا هعرف من خلال المادة دي هساعد نفسي في ايه، ازاي اعرف ان انا ايه المطلوب مني، انا بعد ما اخلص سنة تالتة الدبلوم ايه المطلوب مني، ازاي ابقى فني ماهر، ازاي ابقى فني ناجح، ازاي لما اجي اقدم في وظيفة هبقى اعرف انا ايه المطلوب مني لما اقدم الوظيفة دي، وايه هي الوظيفة اللي اقدم فيها وايه هي الوظيفة اللي ما اقدمش فيها، وانا لما اجي اروح اشتغل في مصنع هل هشتغل فني هقعد على مكنه ولا هشتغل في خط ولا هشتغل مراقب جوده اتابع في الخط الانتاجي ولا هشتغل في قسم العينات ولا هشتغل في قسم القص، يبقى انا كده بحدد لنفسي الهدف من البدايه ان انا من خلال الماده كدراستي كماده اعرف احدد انا بعد ما اخلص دبلوم هشتغل في انهي مكان بالظبط داخل المؤسسه، يعني لما اجي اقرا اعلان هبقى عارف انا اقدر انا مقدرتي اشتغل فين في اي مكان من الاماكن الموجوده عندي في الاعلان. نكمل مع بعض. تقديم مادة علمية متميزة لطلاب التعليم الصناعي قسم ملابس جاهزة تعتمد على الابتكار والإبداع والتميز لمواكبة التطور التكنولوجي. يعني أنا من خلال المادة بقدم مادة علمية متميزة لطلاب التعليم الفني. المادة دي لازم بتساعدهم على ايه؟ على الابتكار والابداع. يعني لما اجي لو انا دخلت في مصنع، المصنع في خطوط انتاج، في انت عايز تعمل له تخطيط، انا بعمل تخطيط للمصنع بحيث ان المصنع ده يبقى ايه، ازود فيه الابتكار والابداع. ازاي اعمل خطة تزود الابتكار والابداع داخل المصنع، تزود الربح بتاع المصنع. لازم يكون عندي خطة استراتيجية جديدة، يكون عندي رؤية صحيحة للمصنع، يكون عندي تحقق الهدف المطلوب، ما كنش روتيني، لا انا عايز اخرج من مجال الروتين واطلع نظام جديد، نظام عمل جديد بحيث ان هو يساعد ان العمال والموظفين على الانجاز في وقت قصير، واقلل المجهود اللي بيتبذل في اوقات في وقت طويل جدا اقلله في وقت قصير جدا، وفي نفس الوقت اقلل الخساره والهادر والوقت الضايع والاعطال اللي ممكن تحصل، افاديها ازاي واعالجها ازاي، كل ده لازم يكون عندي تفكير ابداعي مبتكر عشان اواكب التطور التكنولوجي اللي موجود داخل المصانع. نكمل مع بعض. الاهداف. ايه هي بقى الاهداف بتاعت مادة التخطيط؟ اول حاجة التعرف على تخطيط الموارد البشرية في مصانع الملابس والتلك، التعرف على تخطيط الموارد البشرية في مصانع الملابس والتلك. يعني ايه التعرف على تخطيط الموارد البشرية؟ ايه هي مين الموارد البشرية؟ الموارد البشرية اللي هو ايه؟ اللي هو الانسان. الانسان ده اللي هو مين؟ اللي هو الموظف العامل
اللي موجود داخل المنشأة، سواء الموظف سواء العامل الموجود داخل المنشأة. يبقى أنا لازم أعمل تخطيط جيد للموارد البشرية. الموارد البشرية دي عشان أعمل لها تخطيط جيد، أنا دلوقتي عندي داتا، عندي عدد من الموظفين ومن العمال، ببدأ أعمل لهم أشوف إيه الخطة اللي أنا أقدر أعملها للناس اللي شغالة معايا في المؤسسة، بحيث إن هم يبقوا مرتاحين وفي نفس الوقت يأدوا العمل المطلوب منهم. ببدأ أعمل داتا كاملة للعمال. أنا طبعا لما بستخدم الكمبيوتر في عمل خطة للتدريب بتاع الموارد البشرية بيبقى مهمة، لأن أنا بدل ما أعمل دفتر حضور وانصراف أعمل بداله إيه اللي هو الحضور بالكارت أو بالوصمة، ده بيوفر معايا في الوقت. يبقى أنا وفرت وقت إيه، إن الموظفين وهم جايين الصبح يمضوا، يبقى أنا كده قضيت على موضوع الوقت الهادر في موضوع الإمضاء. لا، هو بيدخل بالكارت، هو لما بيدخل بالكارت بيبقى متسجل عندي حضور، فببدا اطبع الكشف دوت في اخر اليوم ان بكل واحد دخل الساعه كام. طب دي اول حاجه. تاني حاجه بقى ان انا مثلا عندي الداتا بتاعه الموظفين، فهبدا احط كل واحد تدريبات بتاعته، مين اخد تدريبات ومين ما اخدش بتدريبات، وهو محتاج قد ايه، ومستواه في العمل ازاي. كل ده انا بحدده عن طريق ايه، البرامج اللي بحطها او التخطيط الجيد للايه، ليه اللي انا عملته للموارد البشرية. في نفس الوقت برضو ان انا لو في مش محتاج ان انا احدد اجور، لو انا مش عارف احدد اجور الموظفين، لا انا احدد كل واحد حسب عمله. ممكن احدد ده العامل مثلا هيشتغل كام ساعة، احدد له كام ساعة يروح ايه، واضيف واحط له عدد الساعات بالاجر بتاعه. الموظف هيشتغل ايه باجر ثابت، لو في موظفين داخل المؤسسة بتشتغل بأجر ثابت، لكن اللي بيختلف عندي اللي هم العمال، لأن العمال بيشتغل وردية، بيشتغل اتنين، بيشتغل تلاتة، حسب ايه، حسب الانتاج. يبقى انا كده عرفت احتياجات الموارد البشرية اللي عندي، اللي هم العمال والموظفين عندي احتياجاتهم ايه. اقدر ارقي مين، اقدر اجيب لو انا عايز اعمل اعلان لوظائف جديدة من خلال برضو الموارد البشرية، اعرف مين ايه العجز اللي موجود عندي من الموظفين او العمال، عشان ابدأ اعمل اعلان واقول مطلوب وظيفة لي في الايه في الوظائف اللي هي او الادارات اللي ايه اللي فيها عجز عندي. يبقى انا لازم اعمل خطة موضوع استراتيجية جيدة للموارد البشرية. نكمل مع بعض. التعرف على نظم الإنتاج في مصانع الملابس الجاهزة والتركة. التعرف على نظم الإنتاج في مصانع الملابس الجاهزة والتركة. يعني إيه التعرف على نظم الإنتاج؟ يعني إيه هو نظام الإنتاج داخل المصنع؟ والإنتاج ده ماشي إزاي؟ اللي هي خطة الإنتاج داخل المصنع. لازم يكون في خطة إنتاج داخل المصنع. والخطة دي ماشية إزاي؟ وإيه هي أنواع النظم اللي موجودة داخل المصنع؟ وكل مصنع شغال بنظام ايه، ده لازم اكون عارفه كويس جدا. نكمل. تالت حاجة، احنا اخدنا تاني حاجة التعرف على نظم الانتاج في مصانع الملابس الجاهزة والتريكو. تالت حاجة التعرف على تكنولوجيا تخطيط العمليات الانتاجية في صناعة الملابس الجاهزة. التعرف على تكنولوجيا تخطيط العمليات الانتاجية في صناعة الملابس الجاهزة. يعني ايه؟ يعني انا لازم اعرف التكنولوجيا اللي هي دخلت، وازاي اعمل تخطيط للعمليات الانتاجية من خلال التكنولوجيا اللي دخلت. يعني انا التكنولوجيا دي هحطها في ايه بالظبط؟ طبعا انا عندي في المكن، في مكن معمول بالتكنولوجيا، هدخل الكمبيوتر في الموارد البشرية، يبقى انا كده الكمبيوتر كل السجلات بتاعت الموظفين والعمال عندي موجودة على الكمبيوتر في من خلال قسم الموارد البشرية. عندي الخطة المراقبة على الانتاج، هعمل لها خطة برضو دي بقى عن طريق الكمبيوتر. الماكينات اللي شغالة، في ماكينات بتشتغل آليا لوحدها، وفي ماكينات بتشتغل ما ايه، لازم يكون في عامل بيتابع عليها. لايه؟ لان انا بحط التكنولوجيا دي ليه؟ عشان تساعد العامل في زيادة الانتاج، مش بستغنى عن العامل، لان التكنولوجيا دي بحطها عشان تساعد العامل في زيادة الانتاج، مش الاستغناء عن العامل. وده مهم جدا ولازم العمال يعرفوا كده، ان انا لما باجي ادرب العامل على
الماكينات او الالات اللي بتيجي لازم ده بدربك عليه عشان تساعدك على زيادة الانتاج، عشان تطلع منتج جيد، عشان نزود الانتاج بتاعنا في السوق، عشان نزود الارباح، مش ان انا عشان استغنى عن العمال. دي نقطة مهمة قوي. نكمل مع بعض. التعرف على تكنولوجيا تخطيط عمليات الانتاجية في صناعة التليكو الالي. يبقى انا برضو بشوف الماكينات اللي موجودة في صناعة التليكو الالي، وايه هي الايه التخطيط للعمليات الانتاجية بتاعتها. التعرف على الاسس الفنية لعرض منتجات ملابس الجاهزة. ازاي بقى اعمل معرض واعرض فيه منتجات الملابس الجاهزة؟ ده فن لوحده. ازاي اعرض المنتجات بتاعتي؟ ازاي انا لو هفتح محل ملابس اعمل العرض بتاعي ازاي؟ من حيث بقى اليافطة اللي هحطها، من حيث الإضاءة، طريقة عرض المنتج، لو أنا مصنع كبير وهعمل يافطة ليا، عايزة المواصفات اليافطة دي ازاي، هعمل دعاية ليا ازاي. كل ده مهم جدا. الناس ازاي اعرف اعرض منتجاتي ايه، واعمل ازاي تخطيط لعرض المنتجات، سواء كنت مؤسسة كبيرة، سواء كنت مصنع صغير او ورشة، او ان انا هفتح محل او سنتر او اي حاجة من دي هفتح فيها مكان لبيع المنتجات بتاعتي بتاعت الملابس. كيفية العرض، الاضاءة، اختار المكان ازاي بتاع المعرض ده، يعني كيفية اختيار المكان ده مهم جدا. يعني هل المكان ده هيبقى في شارع عمومي ولا في شارع ضيق؟ هل الشارع دوت في حركة كتير ولا ما فيهوش حركة؟ لازم اكون مختار المكان اللي اعرف ايه اعرض فيه، مش اختار في مكان محدش هيشوفني فيه. ده مهم جدا اختيار المكان. في نفس الوقت هل المكان اللي انا هعمل هنشئ فيه المصنع بتاعي او الورشة او المعرض بتاعي ده اللي انا هعرض فيه المنتجات، هل يتناسب مع البيئة اللي هيتعرض فيها ولا غير مناسب؟ يعني هل الفئة اللي هي موجودة في المنطقة دي هتيجي هيبقى فيه اقبال من خلالها على المنتجات بتاعتي، ولا المنتجات بتاعتي تبقى غالية والمنتجات بتاعتي تبقى رخيصة؟ كل دي دراسة بعملها قبل ما افتح ايه المعرض او الايه المنشأة بتاعتي. لازم اعمل دراسة للسوق كويس جدا جدا قبل ما ايه ما اعمل فتح لايه للمكان ده، لان انا هصرف عليه يافطة، لازم تكون اليافطة ليها مواصفات معينة، الاضاءة، الديكور اللي هعمله، لازم الديكور اللي يتعمل ليه المكان لازم يكون يتكلم عن انا هبيع ايه. مش اعمل ديكور او اعمل يافطه ما يبانش فيها انا هبيع ايه. لازم كل ده يبقى واضح ليا في ايه في المعرض. طب نكمل مع بعض. هنتكلم بقى عن المنهج بتاعي بالتفصيل، وايه المحتوى اللي احنا هناخده في المنهج بتاع ماده التخطيط ان شاء الله في هذا العام. الباب الاول، اول حاجه تخطيط الموارد البشريه في مصانع الملابس والتريكو. هنتكلم عن تخطيط الموارد البشريه في مصانع الملابس والتريكو. الباب ده بيتكلم عن ايه؟ اول حاجه اهداف تخطيط الموارد البشريه. يعني ايه هو الهدف الرئيسي من تخطيط الموارد البشريه؟ ان انا احافظ على العماله اللي موجوده داخل المؤسسه، اشوف احتياجات العماله والموظفين الموجودين داخل المؤسسه محتاجين ايه، اختيار العمالة الجيدة اللي هي تقيم بالمؤسسة، تساعد المؤسسة في ايه في التجديد، مش ان انا بجيب مع عمالة او موظفين ما يشتغلوش. احتياج المنشأة من ايه، يعني ايه هم العمال او الموظفين اللي محتاجاهم المنشأة، هل في زيادة، هل في نقص، كل ده الهدف الاساسي من الموارد البشرية. ده الهدف الأساسي من الموارد البشرية، ازاي اغذي المكان بتاعي بالايه بالموظفين، لان انا مكان من غير موظفين يبقى المكان ده كأنه ايه كأنه ملوش لازم، لان هو اساس العمل هو الايه هو الانسان. اساس العمل داخل المنشأة هو الانسان، لو ما فيش الانسان ده يبقى المنشأة دي مش هيبقى ليها ايه وجود ولا هيبقى فيه انتاج. نكمل مع بعض. تاني حاجة،
خطوات عمليات تخطيط الموارد البشرية. ايه هي الخطوات اللي انا همشي على اساسها عشان اعمل ايه تخطيط للموارد البشرية؟ ده هنعرف ايه هي الخطوات الاساسية عشان اقدر اقوم بالمنشأة بتاعتي، وخصوصا ان انا اساسي عندي ادارة الموارد البشرية، هي دي اساس نجاح الايه المؤسسة. تالت حاجة تحليل وتوصيف الوظائف، وده مهم جدا. ازاي اعمل تحليل وتوصيف للوظائف؟ يعني انا الوظيفة الفارغة اللي عندي داخل المؤسسة ازاي اعمل لها تحليل؟ يعني انا دلوقتي عايز عمال فنيين. يعني ايه عمال فنيين؟ يعني يشتغلوا على مكن حياكة. يعني لازم يكون العامل اللي هيجي لي ده بيعرف ايه؟ بيعرف يشتغل على ماكينة الحياكة، ماكينة الاوف، ماكينة العراوي، ماكينة الزراير. يبقى انا بحدد اللي هيجي لي ده يشتغل على انهي مكنة من دول. مش بقول مثلا لا ده انا عايزة عمال، لا انا عمال فنيين، عايزة فني. يبقى فني ده ايه؟ فني صيانة، ولا فني يشتغل على مكنة حياكة، ولا فني يشتغل على مكنة اوفر، ولا فني يشتغل على مكنة عراوي، ولا فني يشتغل على مكنة زراير. يبقى لازم احدد ده وصف وتحليل الوظيفة. عايزة سكرتير، يبقى لازم اكون محددة السكرتير ايه؟ سكرتير هيعمل ميزانية مرتبات للعمال، ولا سكرتير عشان ايه؟ عشان هيدخل مسؤول عن العهدة، ولا هيبقى سكرتير مسؤول عن الخامات اللي موجودة، انه هيروح يشتري الخامات. لا، يبقى لازم اكون محدد كل الوظيفة دي مين هيشتغل ايه، مين الوظيفة دي مين اللي هيشتغل فيها، ويكون والمطلوب منه ينفذ ايه. يعني لو جبت واحد هقول مراقب ايه على خط الانتاج، هيراقب على انهي خط انتاج؟ خط الحياكة، ولا مراقب على خط العينات، ولا مراقب على التغليف والتعبئة؟ لازم احدد مراقب الخط الانتاج هيشتغل في انهي ايه اتجاه. ده اللي هو بقول عليه تحليل الوظائف. نكمل مع بعض. يبقى احنا اتكلمنا عن تحليل وتوصيف الوظائف. رابع حاجة تقويم الوظائف، يعني ازاي اعمل تقويم للوظيفة، وازاي احدد اقول ان اللي متقدم لي ده ينجح فيها ولا ما ايه ولا ما ينجحش. يعني انا دلوقتي اتقدم لي عدد من الموظفين اللي انا محددهم، وبقول انهي واحد فيهم عنده الكفاءة ان هو يشتغل في الوظيفة دي. طب لو هو في عنده بعض العيوب اقدر اعالجها ازاي؟ اعالجها ازاي؟ ان انا ممكن اعمل له تدريب، اخد الموظفين الجداد دولت اعمل لهم تدريب. ده مهم جدا في ازاي اعمل تقييم لايه للوظائف. نرجع تاني مع بعض كده، احنا خلصنا الباب الاول. هنتكلم في بقى جزء بتاع التدريب. في الباب الاول هنتكلم عن التدريب، وايه هي التدريبات وانواعها، وازاي اعمل تدريبات للموظفين، وهل التدريب دوت بيعالج العيوب اللي موجودة للموظفين المعندي ولا مش بيعالج. لازم طبعا التدريب بعد ما اعمله لازم يكون ايه يعالج الايه اللي حصل في نقص في التدريبات، او لو جات لي الات ومعدات جديدة ازاي ادرب الموظفين عليه. طب وعالج الفروق الفردية، انا عندي فروق فردية بين الموظفين وبعضهم، من الافراد وبعضهم، فلازم اعالج الفروق الفرديه. يعني انا ما يجي لي واحد هيدخل التدريب هيبقى اجتاز التدريب، في واحد هيبقى عنده بعض النقصان في بعض حاجات في التدريب، فلازم ايه اعرف ازاي اعالج ده من غير ما احرجه، ومن غير ما اقوله لا بس انت ما بتفهمش فانا هعيد لك التدريب تاني. لا، لازم اكون ايه أو اعمل له التدريب تاني بس بصوره اخرى، ما تحسسوش ان هو ايه عنده ان هو ما فهمش التدريب، او ان هو عنده عيب ان هو شخصي. برضو في التدريب حاجة تانية، ان انا ما ينفعش اعمل تدريب للموظفين عندي وبعدين في الاخر الاقي الموظفين دول مشوا، يبقى انا كده صرفت على التدريب وفي الاخر التدريب ايه الموظفين مشوا. لا، انا ممكن اعمل جزء ان انا بخصم منه جزء من التدريب من مرتبه او من الحوافز اللي بياخدها، بحيث ان هو يبقى متحمل معايا التدريب ومبقاش المنشأة هي اللي تحملت تكاليف التدريب كلها. التدريب اللي بعمله طبعا لو انا بعمله على خامات او بعمله على مواد خام،
لازم اكون التدريب ده يكون في مكان خاص بعيد عن المنشأة عشان ما اعطلش الخط الانتاج. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا الماكينات اللي عندي والالات اللي عندي ما تبصي من التدريب، لازم يكون التدريب ده بعيد عن ايه، بعيد عن اماكن التصنيع داخل المنشأة، يكون مكان خاص بالتدريب في بعض الماكينات اللي هو او الالات اللي هو هيشتغل عليها، ودي بقى تبقى دي خاصة بالتدريب علشان احافظ على ايه الالات والمعدات بتاعة المنشأة نفسها. ده المقصود بالتدريب، وهنعرف التدريب ده في الاخر هدفه ايه. هدفه ان انا ازود من الانتاج، اعلي من مستوى الايه العامل او الموظف اللي عندي، بحيث ان انا اوصل في الاخر الى ايه الجودة والربح وفي وقت قليل. نكمل مع بعض. رابع حاجة ادارة الاجور، ودي بقى اللي انا ازاي احدد الاجور عندي. دي بعض المصانع بتمشي ان انا بقى ايه بدي مرتبات بالشهر، طبعا ده بايه بيؤدي الى ايه في خسارة للمصنع. في بعض المصانع التانية او المنشآت بتشتغل بعدد الساعات، يعني بتحسب لكل عامل هيشتغل عدد ساعات قد ايه، سواء وردية واحدة او ورديتين، ومن خلاله بتحسب الاجور. وفي بيشتغل بيحط الاتنين مع بعض، ان هو بيعمل ايه، في بعض مخلي مثلا الاداريين يشتغلوا بالشهر والعمال والفنيين يشتغلوا بالايه الاسبوع او بالساعات، بحيث ان هو ما يخسرش من الناحيتين. لان احنا عندنا احنا عارفين ان القطعة مثلا انا بحسب القطعة مثلا لو فستان هياخد قد ايه، هياخد وردية واحدة ولا اتنين، هياخد كام ساعة عمل، فده انا بحسب الاجور من خلال ده. وفي نفس الوقت ان انا اقدر من خلال حساب الاجور اقدر احسب العمال اللي عندي او الموظفين عندي، ان انا الترقي درجات الترقي ازاي ارقيهم، من عن طريق طبعا العمل بتاعهم اذا كان جيد او ايه او غير جيد، ايه ببدأ ارقي الموظفين اللي عندي. نكمل مع بعض الباب التاني. طبعا الباب التاني احنا كده خلصنا الباب الاول. الباب التاني احنا عندنا الابواب كلها مكملة لبعض، مش منفصلة عن بعض. ليه؟ لان احنا عندنا مادة التخصص تعتبر مادة تخصص اساسية بتساعدك ان انت ازاي تبقى فني ناجح. نكمل مع بعض الباب التاني. الباب التاني عنوانه نظم الانتاج في مصانع الملابس والتريكو. ازاي اعمل ايه هي نظم الانتاج في مصانع الملابس والتريكو؟ هل كل مصنع او كل مؤسسة ليها نظام؟ او طبعا كل مؤسسة وكل مصنع ليه نظام. تعال نشوفهم كده مع بعض. اول حاجة العوامل الداخلية والخارجية المحددة للانتاج. لازم يكون محدد العوامل الداخلية والعوامل الخارجية للمحدد الانتاج. ليه؟ العوامل الداخلية والخارجية اللي هي عوامل طبيعية وعوامل الصناعية، العوامل الاقتصادية، البيئة، الرطوبة، الجو، البيئة، المكان، المكان اللي موجود فيه المصنع، نسبة ركود السوق. كل دي عوامل بتساعد ايه بتساعد على ايه، يا اما نجاح المنشأة يا اما ايه سقوط المنشأة. فلازم اكون انا حاطط خطة عشان اعالج بيها العوامل دي، العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. لازم اكون عامل خطة جيدة عشان ايه اعالج بيها اي عامل يدخل لي اقدر اعالجه، واقدر اعرف ابقى عارف ايه هي نقطة القوة ونقطة الضعف عشان اقدر ايه أن اطلع بالمنشأة، المنشأة عندي ما تخسرش في الانتاج. طرق تحسين الانتاج. ازاي اعمل طرق لتحسين الانتاج بتاعي؟ استغلال الموارد بتاعتي، الموارد الخام، التخزين الجيد داخل المنشأة، الخامات اللي بستعملها تكون خامات جيدة ما تجيبش خامات رديئة، الالات والمعدات اللي بستخدمها داخل المصنع تكون ايه الات حديثة ما تكونش الات قديمة. كل ده بيساعد على ايه طرق تحسين الانتاج بتاعي. خط الانتاج اللي انا بعمله التخطيط الجيد للايه للمصنع، كل ادارة عندي ليها شغلها لازم يكون ايه كل ده معمول حسابه كويس جدا في ايه في التخطيط. يعني كل ادارة عندي داخل المصنع يكون متخطط لها تخطيط جيد، وحاطط لكل ادارة مراقب على الادارة دي بيراقب لي خطوط الانتاج وبيكتب لي العيوب وايه والسلبيات اللي بتحصل، الاخطاء اللي بتحصل، اذا كان في اعطال بتحصل ليه،
وكيفية إيه علاجها. كل ده لما بعمله بيبقى إيه، بعمل تحسين الإنتاج بتاعي. كمل مع بعض. تحقيق العائد الاقتصادي الأمثل للعملية الإنتاجية، إزاي أحقق العائد الاقتصادي اللي هو مناسب لإيه، لجميع الأطراف للعملية الإنتاجية. لازم أعرف إيه، أوصل لده، إن أنا إزاي أحقق العائد الاقتصادي للعملية الإنتاجية اللي هو إيه، اللي هو الربح للمصنع، الإنتاج بتاعي يبقى متوفر في السوق ويكون الجودة بتاعته إيه، عالية. تكلفة إنتاج قطعة ملابس أو تريكو مع تحليل عناصر التكلفة. يعني أنا هنا طبعا هنا بالباب دوت بإيه، بنشرح خطة عمل أو عمل عينة لقطعة الملابس وعمل عينة لقطعة التريكو. العمل العينة بتبقى من ساعة ما تبدأ نعمل الموديل وبنرسم الباترون، وبعدين بنختار القماش ونعمل عملية إيه، التعشيق، وبعدين الفحص بتاع القماش، وبعدين ايه فرد القماش وتطبيقه ومراحل الانتاج بتاعته اللي هي الخياطة، وايه هي الماكينات اللي هتدخل في الخياطة بتاعتها، وبعدين بعمل المقايسة بتاعة المنتج. لما بطلع العينة الاولانية بعمل ايه، بعمل المقايسة بتاعتي، انا بحدد التكلفة بتاعة المنتج الواحد هيكلف قد ايه، المنتج الواحد بتاعي هيكلف قد ايه، وعن طريق التكلفة الكلية للمنتج الاولاني او العينة بعرف الكمية المطلوبة مني داخل المصنع هتكلفني قد ايه، واحتياجاتي من الخامات اللي انا هشتريها هتبقى قد ايه. دي المقصود بيها تكلفة انتاج قطعة ملابس او تريكو مع تحليل ايه، طبعا عناصر التكلفة لازم يكون محلل التكلفة كلها، تكلفة الخامات، تكلفة الماكينات، تكلفة المكان نفسه، وحدد الأرباح بتاعتي، نسبة الربح ونسبة الخسارة، وطبعا أنا بحدد نسبة الربح بتاعي للمصنع هيبقى قد ايه. نيجي بقى للباب التالت. الباب التالت بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن تخطيط العمليات الانتاجية في صناعة الملابس الجاهزة. يعني أنا بعمل تخطيط للعمليات الانتاجية في صناعة الملابس الجاهزة. اول حاجه تكنولوجيا تخطيط العمليات الانتاجيه في مصانع الملابس الجاهزه. يعني تكنولوجيا تخطيط العمليات الانتاجيه في مصانع الملابس الجاهزه، يعني انا بشوف التكنولوجيا ازاي اعمل تخطيط للتكنولوجيا داخل المصانع الملابس الجاهزه، ايه هي الالات، ايه هي المعدات اللي داخل المصنع، ازاي ادرب العمال عليها، ودخلت في انهي قسم، موجوده في انهي قسم في المصنع. وطبعا احنا عارفين ان التكنولوجيا بدأت في ايه، بدأت من اول رسم الموديل ايه، بستخدم فيها الكمبيوتر، برسم الباترون على الكمبيوتر، بعمل التعشيق على الكمبيوتر، بطبع التعشيق بتاعي على الكمبيوتر، بعمل الرصة بتاعتي، برص القماش على المنضدة، المنضدة دي بتبقى بالكمبيوتر. الجهاز اللي بيفرد لي طبقات القماش بيبقى جهاز، يا اما جهاز فرد القماش، يا اما جهاز فرد التريكو او النسيج، ده برضو بيبقى ايه، آلي، ما بيبقاش يدوي. طبقة المنضدة نفسها اللي بتفرد عليها بيبقى فيها بيبقى فيها مضخات هواء، بحيث ان ايه، تبقى طبقات القماش تبقى متماسكة مع بعضها، ما تتحركش اثناء عملية القص. لو بستخدم اجهزة في القص، بستخدم مقص الكهرباء المستطيل والمستدير والمنشار، دي كلها أجهزة آلية. باجي بعد كده بعمل ترقيم للقطع عن طريق ايه، ترقيم بالكمبيوتر، برقم بالجهاز، برقم القطع، بحدد أجزاء القطع، كل ده كله بالايه، بالتكنولوجيا. ببدأ أوزع على القطع دي، على بعمل خطة للمنتج ده ازاي يتنفذ، فبعمل الخطة دي خطة على الكمبيوتر بيمشي ازاي، وبتابع انا كمراقب بقى على الخط الانتاجي، بتابع خطوات سير المنتج على الايه، الخطوط الانتاج على الماكينات، لغاية ما يطلع عندي منتج كامل، وابدأ اعمل ايه، مطابقة للمواصفات بتاعته دي، هل هو مطابق للمواصفات اللي عندي ولا لا. دي الخطوط الاساسية للتكنولوجيا عشان اقدر اطابق العينة اللي طلعت لي، طلعت سليمة ولا لا. طب الآلة اللي عندي، أنا عندي في بعض المصانع بتشتغل آليا، يعني كل اللي شغال فيها آلي، ما بتستغنى عن إيه، عن العمال،
وفي مصانع بتشتغل الاتنين مع بعض، بتخلي الايه العمال يبقى الآلة بتساعد العامل في الايه في الانتاج، كل ده عشان تزود الانتاج بتاعها. لو انا الآلة عندي عطلت، العامل هو اللي بيشتغل، فكده ما حصلش عندي عطل في الانتاج. لكن المنشأة التانية اللي بتعتمد على الآلة فقط وبتستغنى عن العامل، لما بيحصل عندها عطل ده بيأثر على الانتاج بتاعها. طب ده بيعمل ايه عندي؟ انا لما باجي اشتغل انا العامل مع الآلة في المنشأة دي، ما بيحصلش عندها اختلاف في ايه؟ في تسليم العهدة او تسليم الطلبية اللي مطلوبة منها، يبقى هي التزمت بالميعاد. لكن انا لو انا بعتمد على الآلة فقط وحصل عندي عطل في الآلة، او الآلة حصل فيها حاجة ومحتاجة صيانة، هتوقف لمدة ساعتين ثلاثة، ممكن توقف لمدة يوم، ده هيأثر عليا في تسليم الطلبات في ميعاد، فبالتالي ان انا كده هدفع ايه؟ غرامات. لكن انا لو انا بشغل الاتنين مع بعض، لان انا بقول ان الآلة دي بتساعد الانسان عشان تزود في الانتاج، مش عشان استغنى عن العامل. نكمل مع بعض. خطوط الانتاج المرنة سريعة الاستجابة. يعني ايه هي خطوط الانتاج اللي انا بحطها وتكون مرنة؟ يعني ايه مرنة؟ يعني ما تكونش فيها شد على العامل، ما تكونش فيها اجبار، ما يحسش ان العامل فيها او الموظف ان هو مجبور على العمل، لا. وتكون لازم تكون الخطوط دي يكون في مرونه بين المدير وبين الموظفين بتوعه، بحيث دي ايه ده الهدف منها سرعه الايه الانتاج، ان انا اوصل لسرعه الانتاج. والتزم بالمواعيد بتاعه العمل، ويكون في ان في هنا يكون العامل مرضي وهو بيشتغل. نيجي بقى للباب الرابع. الباب الرابع بيتكلم عندي عن ايه؟ عن اول حاجة التصميم. والتصميم دوت اللي هو دي اساس، واحنا اتكلمناها فيها قبل كده عن مادة التصميم دي في سنة تانية، اتكلمنا عن مادة التصميم، فبنرجع تاني بناخد المادة دي تاني، ان احنا بنتكلم عن التصميم، ازاي اصمم الموديل. يعني انا ببدأ الاول تصميم الموديل، بختار الموديل اللي انا هنفذ ايه؟ هنفذ ليه العينة او الطلبية اللي جاية. يبقى اول حاجة بحدد الموديل اللي انا هنفذه، ببدأ اجهز الموديل بتاعي ده. بعد كده بعد ما بجهز الموديل بحط ايه الباترون، برسم الباترون بتاعه. بعد ما برسم الباترون بجهز التعشيق بتاعه. يبقى انا كده مراحل التصميم، ان انا بصمم الموديل، برسم الباترون، بعمل التعشيق. طيب المرحلة التانية بقى اللي هي مرحلة ايه عندي هنا؟ المواد الخام. انا بعد ما بعمل التصميم بختار الخامة او اللون اللي انا ايه هيتنفذ للموديل دوت، عشان الموديل ده يطلع ايه؟ يطلع ناجح ويطلع هو ده المطلوب للطلبية اللي جايالي. طب المواد الخام دي لازم تكون مواد ايه؟ مواد اساسية، تكون مواد جيدة، تكون طبعا ما فيهاش رطوبة، تكون مطابقة للمواصفات، يكون اللون بتاعها جيد. في مواصفات للمواد الخام لازم اكون وانا بشتريها تكون متفق عليها، من حيث السمك، من حيث الوزن، من حيث اللون، من حيث القوة والمتانة، طبعا ما يكونش فيها عيوب، فيها رطوبة، فيها صبغات مثلا، الاسواب مثلا فيها تلطيش، فيها عيوب نسيج او عيوب طباعة. يبقى انا لازم المواد الخام دي اكون متابعة المواصفات بتاعتها كاملة اللي هي ايه محطوطة لي، علشان وانا بشتري ايه المواد الخام. نيجي نكمل مع بعض كده. بعد كده عمليات التصنيع. عمليات التصنيع اللي هو الخط الانتاجي اللي هينفذ لي المنتج بتاعي. ابدا اول حاجة فحص الايه الخامة، يعني الخامة اللي انا اشتريتها دي هعمل عليها فحص عشان اشوف ايه، هل هي فيها عيوب نسيج، عيوب طباعة، عيوب صباغة. لازم اكون شوف ايه العيوب بتاعتها. بعد عملية الفحص بدخل في عملية القص. قص الطبقات القماش اللي انا هتتم للعينة،
بعدين عملية التصنيع، عملية بعد كده بدخل لي خطوط الانتاج، ايه هي الماكينات اللي هتدخل في خط الانتاج بتاعي عشان تنفذ لي القطع بتاعتي دي. انا عندي طبعا في الايه، في خط الانتاج عندي ماكينة الحياكة، دي ماكينة اساسية دي عشان تجميع القطع عليها. بعد كده عندي الماكينات المساعدة زي ماكينة الاوفر، العلاوي، زراير، تركيب استك، تركيب سوستة، تركيب كباسين، تركيب اي بقى اي ماكينة تانية بس بتبقى موجودة في الخط الانتاج. بعد ما بخلص عمليات التصنيع بدخل بعد كده على قسم مراقبة الجودة في صناعة الملابس. المفروض ان احنا ايه، من ضمن عمليات التصنيع بدخل في موضوع التغليف والتعبئة. طب تعالوا نشوف هنا بقى مراقبة الجودة في صناعة التريكو. انا يعني ايه مراقبة جودة؟ يعني دلوقتي العينة اللي انا طلعتها دي ببدأ اشوف هل العينة دي مطابقة للمواصفات ولا غير مطابقة للمواصفات. الصوف اللي انا استخدمته او القطعة اللي انا استخدمتها هل هي مطابقة للمواصفات ولا لا؟ ده مهم جدا جدا ان انا قسم مراقبة الجودة بيطلع لي العيوب اللي حصلت اثناء ايه، اثناء التصنيع، بيعمل مراقبة ده بحيث ان انا اقول المنتج اللي طلع ده صالح ان انا ابيعه ولا غير صالح، وايه هي العيوب اللي حصلت اثناء عملية التصنيع بكتبها واقول ايه ان ده ما ينفعش ايه ان انا اطلعه يتباع، لا انا هنحط العيوب دي ونبدأ نعالجها في الخط الانتاج بتاعي. دي ده اللي هو المفروض بيعمله ايه، مراقبة الجودة او قسم مراقبة الجودة، ان هو بيراقب لي الخط الانتاجي عشان ايه، يتلافى اي عيوب تحصل اثناء التصنيع بحيث ان هو ما يطلعش المنتج النهائي بتاعي فيه عيوب وكده المصنع يخسر. نكمل مع بعض. مراقبة الجودة داخل الوحدات الانتاجية، مراقبة الجودة لمنتجات التصدير. يعني ايه مراقبة الجودة داخل الوحدات الانتاجية؟ يعني انا كل خطوة داخل بعملها للمنتج بعملها مراقبة الجودة. يعني في حالة التصميم بعمل حاطط مراقب بيتابع الموديل وتصميمه، في رسم البطرون حاطط واحد بيراقب ايه في رسم البطرون وتصميمه، يبقى دي مراحل ايه التصميم، في مراقب على التصميم ده لغايه ما يطلع البطرون صح، يبقى بيتابع خطوات التصميم للموديل، بيتابع خطوات تصميم البطرون، بيتابع التعشيق اللي هيطلع لي من القسم ده. بعد كده بدخل على قسم المواد الخام، ببدا اتابع على المواد الخام واشوف ايه هيطلع ايه. يبقى انا عندي دي المراقبه داخل الوحدات الداخليه. مراقبه الجوده لمنتجات التصدير، ان انا ازاي المنتجات اللي عندي اللي هتطلع للتصدير تطلع جيده بمواصفات جيده. نكمل مع بعض بسرعه. الباب الخامس هو زيه زي الباب الرابع، الاسس الفنيه لعرض منتجات الملابس والتريكو، وده احنا قلناها ان هو ازاي اعمل التصميم الداخلي لمعارض منتجات الملابس والتريكو. يعني ازاي اعمل تصميم للمعرض ده واختار الاضاءة الصح، اختار المكان، ازاي اعمل يافطة، كل ده مهم جدا في التصميم الداخلي. التصميم الخارجي للمعرض، ازاي اعرض المنتجات بتاعتي بصورة جيدة وتكون واضحة وتكون طريقة العرض جذابة للي هيتفرج عليها. تخطيط تجهيزات العرض، حوامل التعليق، طبعا مناضد العرض، الأرفف، مانيكان العرض، كل ده أنا بجهزه للتجهيزات اللي بحطها، إذا كنت هعمل إيه، حوامل اللي هعلق عليها، إذا كنت هحط مناضدة العرض، إذا كنت هعمل أرفف للعرض، إذا كنت هحط مانيكان، كل ده حسب ما أنا إيه هستخدمه ليه إيه للعرض بتاعي. نظم الإضاءة الداخلية للمعارض، ودي مهمة جدا. إحنا كده خلصنا الجزء المهم جدا بتاع مادة التخطيط للصف الثالث قسم ملابس جاهزة. ان شاء الله هنبقى مع بعض، ما تخافوش، انا مش عايزاكم تخافوا خالص السنة دي. الاسئلة بتاعة التخطيط هتاخدوها يعني واضحة وهتبقى مطابقة للمنهج، واي حد عنده استفسارات عنده اسئلة احنا هنجاوب عليها. واتمنى لكم التوفيق والنجاح، وكلكم تبقوا من الاوائل زي الدفعه اللي طلعت السنه دي ان شاء الله باذن الله. اراكم على خير الحلقه القادمه.